مشاهدي شوف تيفي تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر من مباشرة من مدينة وجدة، تحية طيبة وعطرة لكل المشاهدين. الحصيلة اليومية لكوفيد 19، المدينة تسجل 24 حالة وصفر حالة وفاة تزامنا مع الحملة الوطنية للتلقيح. الحمد لله كانت هاد اليومين عرفت المدينة ارتفاع في عدد الحالات، وصل حتى ل 45 حالة في النهار، واحد النهار كانت وصلت 38 حالة، ولكن اليوم كنشوفوا بأنه المدينة عاوتاني رجع للانخفاض. كنتمنوا إن شاء الله هاد الحملة ديال الجرعة الثانية، نتمنوا أنه اللقاح يعطي الفائدة ديالو، إن شاء الله عدد الحالات يزيدوا ينقصوا، ونتمنوا ترجع الأمور كما كانت إن شاء الله. إذا بالنسبة للمجموعة نتاع الناس يعني باقيين متعايشين مع المرض أو فرحانين باللقاح، ولكن نساو بلي أنه كورونا ما زالت معنا. كنتمنوا كذلك أنكم ديروا التلقيح وتتجهوا يعني للابليكاسيون باش تسجلوا، أو الرقم 1717، باش أنه إن شاء الله يعني نتهناو من هذا الكابوس اللي داز علينا سنة كاملة. اعداد من الموتى في مجموعه ديال الدول في العالم، يعني ماشي غير المغرب، اذا هضرنا غادي نهضروا على المستوى العالمي. كما كتعرفوا المغرب الحمد لله الحاله الوبائيه مستقره، خصوصا بعد الخرجه ديال وزاره الصحه البارحه بانه طمانات المغاربه بانه الحده ديال الوباء نقصت بزاف. هذا ما كيبشر بالخير ان شاء الله. كنتمنوا انه ان شاء الله كما قالوا بعض الخبراء انه شهر 8 غادي ترجع الحياة كما كانت في مدينة وجدة، يعني من قبل وفي المغرب يعني كامل ترجع الأمور يعني مزيانة، وترجع يعني كل شيء يحل ونعيشوا الحياة ديالنا العادية. وعلاش لا نتمنوا أنه داك الشيء يكون قبل، وعلاش لا في شهر 4 وشهر 5، وخصوصا مع الشهر الكريم نبقاو نسجلوا صفر حالة في النهار، وتنطلق القضية ترجع المياه الى مجاريها، بحيث الناس راه ما خدوش، خصوصا مجموعه ديال القطاعات منهم قطاع الحفلات والفنانين والليتريتور وبزاف تاع اللي باقيين يعني واقفين وما خدامينش. نسالوا الله يعني العافيه للمصابين اللي باقيين في المستشفيات ديال المستشفيات المغربيه. نطلبوا الرحمه للناس اللي توفوا، ونتمنوا انه دائما تاخذوا الاحتياط التباعد والتعقيم والكمامه حاجه ضروريه بلا ما درتوا اللقاح. ونذكركم كذلك لانه الجرعه الاولى من اللقاح ليست كافيه باش غادي تحميكم من كوفيد 19. الور نهار دير الجرعه الثانيه اللي كتكون 4 سيمانات بور الجرعه الاولى، تما عاد غادي تكون المناعه تفاعلت مع اللقاح وغادي يقدر الانسان يحارب الفيروس. اذا خوتي اخواتاتي تبارك الله عليكم، تحيه طيبه، كنتم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه وجده. الحاله الوبائيه لكوفيد 19 او سارس كوف 2 24 حالة وصفر حالة وفاة، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. تحية طيبة وعطرة وتبارك الله عليكم.